ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل إما أنه نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة واد في جهنم، أو ويل وعيد، والوعيد يشمل الوادي وغير الوادي، والأولى القول الثاني لأنه يشمل وادي في جهنم نسأل الله العافية والسلامة وغيره. ويل لمن؟ لكل همزة لمزة. الهمز يكون بالحركات، واللمز يكون باللسان. بعض الناس هدانا الله إياه يعني يصدر يعني حركات إما بيده أو بلسانه أو بعينيه، يذم الناس يذم الآخرين، ولا داعي، أنتم تعرفوا الحركات هذه، أو باللسان. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة، وأن هذا لا يمكن يكون حال المسلم، فما بالك بطالب العلم. ويل وعيد لكل همزة لمزة. قلنا الهمز يكون بالحركات، واللمز يكون باللسان. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا، جمع الأموال أولا، ثم مع هذا الجمع دائما يكثر من حساب هذه الأموال، وفي كل وقت يرجع لهذه الأموال ويعد هذا الأموال، يظن أن هذا المال يبقيه في هذه الدنيا، أخلده أبقاه في هذه الدنيا، ولا يدري أن هذا المال فتنة، ولابد أن ينفق في طاعة الله لا في معصية الله. إذا جمع هذا المال بخلا نسأل الله العافية والسلام، ولم ينفقه في وجوه الخير. والذي يبقى ذكره هو الذي يمنع المال ويبخل به؟ لا، الذي يصرف المال في وجوه الخير هو الذي يبقى ذكره. كلا، أي حقا، لينبذن ليطرحن. يطرح أين؟ في الحطمة. وذكرنا فيما تقدم أن من أسماء النار نسأل الله العافية والسلامة لظى والحطمة والسعير وجهنم، يحتم بعضها بعضا نسأل الله العافية والسلامة. ينبذ من؟ ينبذ هذا وما جمع من أمواله نسأل الله العافية والسلامة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ وقلنا ما أدراك، أي أن الله سبحانه وتعالى وضح هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. نار الله الموقدة، نار عظيمة أوقد عليها عذاب أليم نسأل الله العافية والسلامة. نار الله الموقدة التي تطلع يعني حتى على ما في داخل الجسد هو القلب. إذن نسأل الله العافية والسلامة تحرق كل شيء، ما في الخارج وما في الداخل، حتى تصل إلى القلب. إنها عليهم، أي على الكافرين نسأل الله العافية والسلامة، وذكرنا هذا فيما تقدم، أن النار نسأل الله العافية والسلامة مؤبدة أبدية على الكافرين، لا يخرجون منها. إنها عليهم مؤصدة مغلقة، لا يخرجون منها أبدا، في عمد لها أعمدة وأبواب ولا يستطيع الخروج منها نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذا عذاب نسأل الله العافية والسلامة على العذاب. النار مؤبدة ومغلقة عليهم، لا يستطيعون الخروج منها نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يوجب أن العبد يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال، يجمع بخلا ويمنع حقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق العباد، هذا له هذا الوعيد. نعم.